بغداد هي أمي وأنا بنتها، بها أبدعت بأدواري كلها، فحبي الأول والأخير بها ولها. أنا فاطمة الربيعي. حياكم الله مشاهدين الكرام، مشاهدي شاشة الرشيد الفضائية، حلقة جديدة من برنامج أنا وضيفة نفخر باسمها، نفخر بتاريخها مثل ما عرفت عن نفسها. وإذا حبيت أنه أعرف عن اسم هذه الفنانة وهذا التاريخ فراح أكون مقصر بحق هذه القامة الفنية، فغير أم العراقيين ما راح أقدر أقول لها. ستة الكبيرة الفنانة فاطمة الربيعي. شكراً لك وشكراً لقناة الرشيد وشكراً لكل الكادر وشكراً للجمهور العزيز اللي له فضل كبير على فاطمة الربيعي، فأنا سعيدة أن أكون أمهم. فعلاً أنت أم العراقيين وأنت نخلة شامخة بالعراق، وإحنا اللي نشكرك أنه أنت موجودة بالدراما العراقية. الله يسلمك. يطول لي عمرك. الله يسلمك. يعني نلت ألقاب عديدة يعني، صحيح. أو كل الألقاب أخذتها، صحيح. لكن اللقب العزيز على اللي هو أم العراقيين، اللي هو أم العراقيين، وهم أنطونية، صحيح. هم أنطونية من محبتهم، وإن شاء الله يا رب يكون دائما عند حسن ظنهم، وإن شاء الله أتركت فد بصمة لهم والبلد الحبيب، أنه وللأجيال القادمة من الفنانين والمؤرخين أن يذكروني بخير. وأصور يعني أني انت من حبهم صرت يعني. أنت بصمة أكيد بعالم الفن العراقي والدراما العراقية محليا وعربيا، ونفخر باسمك وبوجودك وبتاريخك. الحمد لله. أريد أبدي وياك بعشر أسئلة سريعة، وهي أريد من الجواب بكل سؤال. أخاف من؟ أخاف يعني الموت ما يخوف، يعني هو حقيقة، حق علينا أكيد. حقيقة يعني، نعم. حقيقة، لكن الإنسان أتمنى أخاف أن أموت وأني مقعدة بعيد الشر عليك. أريد أموت وأنا يعني واعية، يقول شلون احنا عندنا المثل يا ربي هين لينا. هذا اللي يخوفني، الموت الحقيقه الوحيده بالدنيا بالعمر الطويل اللي احنا بالحياه. اكو نوعين من الموت، اكو موت نخاف بيه على نفسنا، وموت نخاف بيه على الطرف المقابل، انه اللي من بعدنا. يعني يمكن هي مو غرور، يعني انا اكره هواي ناس اذا العمر يعني الطويل إليك، أولادي وأحفادي وجمهوري، فيا ربي الله يبعد هاي الكورونا ولي موتنا بهذا الزمن، آمين. زمن مؤلم، وإن شاء الله يبعد عن كل العراقيين يا رب، إن شاء الله يعيشون بصحة، وبأقرب وقت إن شاء الله نخلص من هذا الوباء إن شاء الله، اللي هو عم العالم كله. يعني لو بس علينا ممكن نعترض، لكن عم العالم، العالم أجمع، لكن نبقى إحنا حريصين على ناسنا وعلى شعبنا وعلى أبنائنا إن شاء الله. أحب في الرجل. نعم. أحب في الرجل. إيش بي الرجل؟ شنو اللي تحبيه بالرجل؟ والله الرجل هواية صفات. أنا أحب اللي يمتلك كرامة، الغير منافق، يعني الغير عنده أوجه متعددة. أحب الرجولة الشامخة. طيب لقبك المفضل اللي هو أم العراقيين؟ أكيد أم العراقيين. وصفي بكلمة. يعني شو وصفه؟ هو أفضل يعني، أنا إيش قد نطيت، بس نطيت أخذت الأكثر، هو هذا اللقب. الله. شنو توصفين اليوم فاطمة الربيعي؟ يعني أعتقد أني أم، ما أقول أني ما أحبها هاي هواية وأني يعني أم لا بأس بيها، يعني ربيت جيل صالح، يعني إن كانوا دراسياً أو يخدمون المجتمع مستقبلاً، هذا أفتخر بي. يعني ربيت ثلاث أولاد وبنت وأحفاد يعني جيدين صالحين. كافي أنه حفيدة علي الوردي. عندي وحدة حفيدة اللي هي فاطمة. هي فاطمة أيضاً. الله يحفظها. اسمي، وهذا من الأسماء، أسماء الخيرين يعني بالتاريخ. فالحمد لله يعني اللي انطيته
أخذت الأكثر. اللي يزرع يحصد أكيد. أغير من؟ أغير من يعني أغير على بلدي. أنه أغير أي بلد متقدم أقول يا ريت يعني العراق، وإحنا نستحق أن نتقدم. فأني كلش منتمية إلى بلدي وأغير على أي شيء جميل أريده لبلدي. الله، لا أتنازل عن عملي. العمل عبادة، العمل بدون موت، يعني موت بطيء مثل شلون واحد عنده يقول لك هذا ميت سريرياً. بالضبط أنت من تبتعد على العمل. عيبي الكبير؟ عيبي الكبير صريحة طبعاً وغير مجاملة. صراحتش خسرتش ناس؟ لا والله ما خسرتني، بس أنا يعني صح مجاملة، بس ما تعدى على حقوق الآخرين. يعني مثل ما أشوف نفسي أشوف الآن، صح أكو، بس هي كل إنسان يعني أصابعك مو سوى. أكو ناس يختلفون، أكو غيرة، يعني مثلا يقول لك مثلا فاطمة مشتغلة أهم الأعمال. طيب أنا بقيت بالعراق، مو ذنبي، أنا بقيت وما غادرت العراق. صحيح. وإجتني فرص عديدة وضحيت حتى بالدراسات العليا لأجل أن أبقى. يعني أنا لازم أكمل البكالوريوس، قلت لا، عندي حكاية المدن الثلاث، هذا عمل يعني أكبر من الشهادة. فيعني مو ذنبي أنه أنا تجيني فرص، والحمد لله. يعني الحمد لله. أقرب شخص إليك؟ أقرب شخص إلي هم يعني أولادي طبعاً، كلهم هم قريبين. ما أقدر اللي هو ممكن يكون مفتاح أسرارك أو شخص اللي يكون فرحك بحزنك. بنتي طيبة، الله يحفظك إياها. الله يحفظها. وطبعاً هي طيبة اليوم أيضاً بمكانة مشرفة وتفخرين بها. الله يطول عمرها. هي مدرسة وماجستير تصميم تباعي ومدرسة بمعهد الفنون الجميلة، وعندها ولد وبنية والحمد لله. الحمد لله. وزوجها شخص محترم أيضا من نفس أجواءنا. نعم. والحمد لله، الله يوفقهم. الحمد لله. وأصغر الأحفاد هم أبناء طيبة. أي نعم. أحب وأكره في شكلي، يعني بالمظهر بصورة عامة، يعني مو إلا الوجه. يعني مو أكره، وإنما أمتعظ من وجهي بالمطلق العام. لا من وجهك. يعني أحيانا هو بهذا العمر تصير الأمراض، يعني أمراضي تتعبني وأكرهها. يعني سلامتك. وشنو الشيء اللي تحبيه من تشوفين شكلك بالمراية؟ يعني ابتسامتي. فعلا أنا صرت أقول لك على هذا الموضوع. أقرب شخص إليك قلناها، أريد أعرف منك نقطة ضعفك. نقطة ضعفي أنا هواية طيبة وهواية قلقة، أفكر يعني أفكر بما يصير بالبلد. هذه نقطة ضعفي تماما. يعني أولا أنا مصيبتي مرضي هو الأخبار. فأحد الدكاترة قال لي فاطمة لا تشوفين أخبار وشوفي كارتون لمدة نص ساعة. قلت له دكتور أنت ما تشوف أخبار؟ قال لي لا، مو أنت فاطمة الربيعي نحبك، ما أريد تستعجلين. الله. رحت فعلا دكتور نفساني لأن قلق عندي يعني مبالغ به. يعني شو أسوي؟ يعني أنت اليوم قلقة لو مطمئنة؟ لا قلقة ما مطمئنة. أكثر قلقك على شنو؟ على العراق، على مستقبله، لأن على الأجيال القادمة شلون راح تكون. لأن أنا يعني أقولها بصراحة، يعني أنا باكر ما أعرف شيء يصير. فهذا هاي مسألة مقلقة جدا. يعني ماكو وضوح بالصورة، ماكو وضوح للمستقبل. حتى أقول بعد سنة، بعد سنتين، بعد 20 سنة، بعد 5 سنين أطمئن على بلدي. لأن يعني أنا صار لي 51 سنة بالإعلام. يعني دخلت للإذاعة والتلفزيون، أول ما دخلت للإذاعة والتلفزيون وأنا يعني
مراهقة انهزم من المدرسة من صف ثالث متوسط المدرسة مالتي مدرسة الثقافة كانت بصف الإذاعة والتلفزيون وأدخل للإذاعة والتلفزيون. كل هذا الجهد وهواية تضحيات بحياتي الاجتماعية بحياتي الخاصة يعني حتى أكون أو أقدم شيء لهذا البلد، يعني بلدي وملتصقة به، يعني مو مبالغة والله بالمهرجانات من أروح أو من أروح لجان تحكيم من أقدم نفسي، ما أقول فاطمة الربيعي من العراق، أقول لا من العراق فاطمة الربيعي. فيمكن تكويني الله سبحانه وتعالى مكون عندي هذا. مرات يقولوا للناس أنت تبالغين، يعني لا انا يعني اذكر لك هذا يعني شاهد كلامك. انا كنت موجود باحد المهرجانات هنا بالعراق، كنت لجنه حكم لعرضين ازياء، كنت لجنه حكم اني اول ممثله عراقيه تروح لجان تحكيم لمصر. مهرجان المسرح العربي رحت مرتين، بالجزائر لجنه تحكيميه، بتونس لجنه تحكيميه. فيعني امثل العراق بحب، والله من يعني اخر لما اجتني دعوه مال لجنه تحكيم بالمسرح العربي على حسابي الخاص رحت. من اجتني اي والله على حساب، قلت حتى لا يقولون العراق متوقف، يعني ما عنده لا فنانين لا يجون لا يشاركون لا كذا. فيعني وانا ما متفضله ترى، العراق هو سواني، هو انطاني، هو خلاني أربي أبنائي بشكل زين. العراقي هو المتفضل على فاطمة الربيعي، مو أنا متفضلة بهذا حبي وبهذا انتمائي، لا هو المتفضل، هو متفضل علي. صح، والعراق متفضل علينا كليتنا. أي طبعا، كل هذه التضحيات وكل المراحل الصعبة اللي مريتي بيها حتى تكونين اليوم سيدة الشاشة العراقية فاطمة الربيعي، وكل هذه التفاصيل بعد هذا الفاصل. مستمرين ياكم مشاهدينا الكرام بحلقة هذا اليوم من برنامج أنا وضيفتي القامة الفنية الأستاذة فاطمة الربيعي. ست فاطمة، أنت أريد أعرف منك شلون انولدتي فنانة؟ طبعاً أنا من مواليد الكوت، يعني وأني صغيرة كنت أرفض الظلم، يعني عندي تحدي بحياتي ما اقبل، يعني ضمن البيت واني صغيره قلت لك اني صف اول نصب بالكوت ونصب بغداد. صحيح، فمتحديه، هم كانوا يطلقون يقولون وكحه، لا مو وكحه لكن متحديه، ما احب الظلم خصوصا من يوقع على اقرب الناس الي، والدتي او اخواني او كذا. انت من القساوه اللي عشتيها من القساوه صرت متمرده. صح، فهو هذا فشوف ما اعرف هو الفن، فاصور نفسي اباوع على المرايه اريد ثوب يكشكش، يعني هذه احلام البنات، احلام احكي، اريد احكي يعني انطق فد جملتين ثلاثه هيك بالعربي، اعوج حلقي، اسوي عيني، اظفر قصايب، اريد اسوي شعري الوان، رغم ما كان اكو تلفزيون. صح، ما عندنا تلفزيون، يعني احنا بالكوت، يلا بغداد يلا اجينا، لانه التلفزيون بال 56 صار التلفزيون. فهي هاي، يعني يقول لك انا ولدت ممثله، يمكن يعني عندي هاي بالمدرسه اسوي كل الفعاليات مال الخميس كلها، اسوي دور الرجال، دور نحرق التبديور ونسوي صخام ونتمكيج بيه، احب رفعه العلم، يعني من هاي ولدت. يعني اول دور مثلته دور مصلاوي، يعني لحد الان اتذكرها اقول
عندي شغلاية بشخصوق والله دليل المرزوق وين غايح تجغيش مرفي ورايحتنا غبيش فوت عدنا وجغش ورباح واخذ فلوسك وفراح يعني شوف أكو أشياء البارحة ما أتذكرها بس يا سبحان الله من الابتدائية أتذكر أكو ولهذا أنه الفن والعمل هو بدمي أنا أقول لك ضحيت الكثير الكثير أنت كلش مضحية بس ربحت الأكثر والأكثر اللي هو حب هذا ناسج. هو حب الناس وعملي الحمد لله وجدتني فرص مهمة بخيرة الأعمال الدراما العراقية والسينما العراقية فعلا. والإذاعة العراقية هو أني إلي بصمة يعني صح. بيها وهذا الحمد لله رضا الناس غاية لا تدرك الحمد لله القساوة من تقول من تكون على أقرب الناس إنه ونكون مكتوفي الأيدي شلون راح نقدر نتعامل وياهم شلون راح نقدر نحقق ولو نسبة قليلة من الراحة للشخص القريب من عندنا اللي تعرض للقساوة هي والدتك ألف رحمة على روحها تنعكس علينا بالكبر يعني بالكبر يعني أني ما تروح أي شيء ما يروح من بالي بهذه المسائل, المسائل فتنعكس بعلاقتي مثلاً بشنايني دائماً أكون أنا المدافع إلى جانبهم ضد أولادك علاقتي مع بنتي يمكن أكو ناس أكون أني فاعل خير هواية أكو ناس فاعل خير هاي انعكست على تصرفاتي بحياتي العامة كنت دائما حريصة على أنه تكافحين لأجل أمك والدتك أي الله يرحمها أمي بقت عندي فترة طويلة جدا وديتها أطباء هواية وديتها لمكة وديتها للسيدة زينب بس الشهرين الثلاثة الأخيرة أكو عرف إحنا عندنا العراقيين لأن تمرضت كلش الأم لازم ما تبقى عند النسيب تموت أو بيت النسيب هذه التقاليد فماتت عند أخويا الله يرحمها فهاي الشهرين ثلاثة أو أربعة يعني كل ما أقعد بالحديقة لأن هي تحب الحديقة الله يرحمها وأنا ورثتها من عندها كل ما أقعد بالحديقة أتذكرها وأبكي أقول يا ريت أمي موجودة فأتندم شلون عفتها هاي الثلاث أشهر تتمنين تكون موجودة اليوم وياك؟ يا ريت طبعا أكثر فترة احتاجيتيها؟ كل الفترات أحتاجها دائما تحتاجيها؟ دائما أحتاجها حتى بمرضي أحتاجها لأن أنا نفس أمراضها بي صارت سبحان الله إي والله وهي انظلمت كلش انظلمت إيه. كانت مظلومة كانت مظلومة وهي امرأة يعني صح أمية بس سبحان الله هواية أمهات رائعات يعني أنا دائما بس أنا لأنه متحيزة لها أقول الله ما خلق يعني هيك أم رائعة يعني حتى الأولادي تراقبهم مع الامتحان حتى ما كانت تقدر تلفظ جغرافيا جغرافيا تقول جغرافيا علاء عندك امتحان جغرافيا ادرس بيبي عندك ما يعني تقعدهم إذا الساعة بالستة تقول له الساعة بالسبعة حتى يلحق للمدرسة فأمي تعبت يعني كانت وياي سند سند لي وإلها فضل كبير على اسم فاطمة الربيح بعد رب العالمين الظلم اللي يجينا من الغريب أفضل له من القريب لا هو من القريب أكيد طبعاً ظلم متعب ويظل يحزب النفس إيش قد ظلمت والدك؟ إحنا أنا ما أريد أدخل بهذه لأنه هم أخوتي يزعلون ويقولون فاطمة هم تكلمت عن هذا الموضوع هذا أنا على فكرة بارك لك الصلح يعني باوع هم يبقون يبقون الأصفر ما يطلع من اللحم أكيد وأنا من الناس اللي ما أحمل حقد ودائما أقول الأصفر ما يتبرى من اللحم اسمنا بالجنسية واحد والدم واحد فالذنب مو ذنبهم ذنب ذنب أبويا
ظلمتش هواي؟ والله سبحانه وتعالى هو اللي حاسب الحاكم العادل. هو الحاكم العادل. ظلمنا هواية، ويعني من أتذكر أقول يعني كنت أتمنى أنه نشوف حنية من عنده، والحنية للأبناء ضرورية بحيث أني عكست كل الحنية لأولادي. يعني أنا عندي أولاد، العفو، هاي الأرض اللي أنا أمشي عليها يقدسوها، الله يأخذ شيء ينطي شيء. فالحمد لله الله عوضني بأولادي وبنتي أحسن تعويض بمحبتهم واحترامهم. قدرتي تعاتبي؟ عاتبه أصلاً ما لحقت، ما شفت حتى يعني بهذا، بس يعني حرام أقول يعني أني ما أحبه، يعني مو هي غريزيا يعني حرام، بس أنقهر عليه، لأنه حتما الله يعاقبه. الله، لأنه يعني أولا ظلم والدتك اللي هي والدتي، وإحنا كليتنا يعني كأبناء، يعني أنا وأختي وإخواني اثنين وأنت يعني. تحياتنا لأختك الفنانة زهرة الربيعي وكل الحب والاحترام. تحياتي لها، والحمد لله على سلامتها، لأن هي أصيبت بالكورونا وشفت، والحمد لله. الحمد لله البارحة كنت يمها وصحتها على العال، الحمد لله، هي وابنها وجنتها الحمد لله، وطلعوا سلامات بجهود يعني الالتزام مالتهم وبجهود أطبائنا الخيرين الحمد لله. تاريخ الأم بالعراق مو سعيد دائما، ليش؟ لأنه تقاليدنا، والمرأة يعني المرأة هي مظلومة، يعني دائما المرأة يأخذوها بنظرة دونية، يعني المرأة ما يصير تصير فنانة، المرأة ما يصير تصير ممرضة، المرأة ما يصير تصير حلاقة، لازم تدخل أي مجال، المرأة كذا، المرأة كذا، المرأة كذا، المرأة كذا، المرأة ما تشتغل، المرأة ما تصير دراسات عليا، المرأة ما تسافر خارج العراق حتى تتثقف أكثر. ولهذا تشوف الآن أكو وعي يعني، ويطالبون بقرارات ضد العنف، وإحنا نشوف العنف الآن ضد المرأة عنف جدا كبير غير معقول. صح، يعني لأنه مسلط عليه الأضواء الآن، يمكن هو موجود دائما، بس الآن لأن مسلط عليه الأضواء فيحزن النفس. فالمرأة هم يقولون مو المرأة نص المجتمع، لا، المرأة كل المجتمع. أنت ابن مرأة، أنا بنت مرأة، العلماء والعظماء والأساتذة واللي بنوا العالم هم جو من المرأة. طيب عذرا، يعني ليش اليوم احنا عندنا نظرة على اللي يكون هو يتيم الأب وتربيه أمه يقول لك هذا ابن مرة، لو هاي بنت مرة؟ اي، هي هاي النظرة. ليش هذه النظرة؟ يعني انه المرأة ما تخرج أجيال، النظرة الدونية يعني للمرأة، لأنه تخلف. تخلف غير عدم وعي، ثقافة ناقصة. لو أنت تقرأ التاريخ، المرأة هي اللي كانت تحكم. صح، المرأة، والمرأة تصلح في كل المجالات. المرأة متفردة بعطائها وبإخلاصها وبصبرها، يعني أنت لو شوفها بس تقيس على تاريخ العراق، شوف بالحروب من النساء، هي المرأة هي الأم وهي الأب. صح، صارت، والمرأة ممكن أن تصير قيادية، وإحنا أول اللي صارت عندنا وزراء، وزيرة نزيهة الدليمي، والشاعرات والطبيبات والهذا. صح، بس ومعماريات. أي فعلا، فكل المجالات المرأة أن تكون متفوقة بها. صح، يمكن مو أغلب الناس تعرف أنه أنت بعمر 14 سنة مثلتي دور الأم. اي والله، الكبير بدري حسون فريد. اي، والخطوط مال المكياج يعني انا مثلت كل. طيب شلون جاك احساس الام وانت بعمر 14 سنه وام للفنان الكبير بدري حسون فريد؟ مو شوف، يعني ليش يقول لك انت كل شيء ممكن ان تدرسه تتعلمه الا الفن، موهبه. موهبة أنا، يعني أنا انخلقت
أنه يعني موهوبة أن أكون يعني ممثلة، انخلق عندي هذا، انوجد عندي هذا الإحساس بتكويني من الله سبحانه وتعالى خلقني. فأحس إضافة إلى أنه أحس لأنه أخذها من أمي من بيبيتي أقتبس. حلو. أقتبس. حلو. يعني أنا من مثلت جدة المتنبي. من مثلت المناوي باشا أخذ الدور بيبيتي. من مثلت سعاد خاتون بالحكاية المدن الثلاث، المرأة الاستقراطية اللي من أصل تركي وكذا 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 وكذا. فأخذها من شخصيات، أو بالمسألة الكبرى أم سليمان. فعلا رجعت للتاريخ، المرأة كانت إلى جانب الرجل بكل الحروب، يعني وهي اللي تمد بالقوة والمعنوية، مشاهد يعني راسخة بالذاكرة. يعني مثلا من تقصين الضفيرة، قصة الضفيرة، ومن تقصين تشوبي وياهم بيها معنى كبير يعني، ومن تقصين تشوبي وياهم والتشوبي. فاليوم واحد قال لي أجمل ما شفت رقصة تشوبي وراقصة تشوبي. قلت له تعرف أنا ما أعرف أرقص؟ قلت له أستاذ والله ما أعرف أرقص. قال لي والله. قلت له إيه، بس هو العمل يعني ما يكون العمل ينطيك روحية، الروحية أي بالضبط، تنطي تقنع. أنا دائما أي عمل الآخذة من أقرأ أشوفه أقول هل هذا المشاهد راح يحبه، راح يقتنع به مصداقية. إذا لقيت كل هاي المواصفات أحبه وأنتمي له. والله إذا ما لقيت ما أشتغله مرة أصلاً. أنطوني قبل كذا سنة، أنطوني طالبة جامعة، قلت لهم لا ما أقدر. قالوا مو أنت ممثلة. قلت لهم يعني مو حتى تتوفر القناعة عند المشاهد، يعني أنا عمري فوق 45 سنة كان ودا أمثل طالبة جامعة، وهاي لا ما أريد أغير نظرة المشاهد. مثل يعني مرة أنا حكيت يعني قلت يعني لما أم يدخل عليها ابنها وجاي من حرب أو جاي من سفر طويل أو تقول له، لأن هي على أساس تستحرم محجبة ما تقدر، تقول له الحمد لله سلامة ماما. مو الأم لازم تحضن ابنها والشمشمة، مو حتى تتقنع كأي أم. يعني أنا إذا يجي ابني من السفر وما شايفته وصارت عندي أنا وليد ما شايفته هاي والتقينا بسوريا، زين أبوسه من فوق لي جوا، زين شلون أنا أقنع المشاهد هذا ابني؟ فأكو أشياء يعني كونها لازم أنت تقنع المتلقي. نقطة مهمة. إذا راح المتلقي يقول لا هاي فاطمة الربيعي مو أم هذا الممثل، راح يقول هالشكل مو ما أقنعته أنا. فاعترضوا علي بعض الصديقات العزيزات من فناناتنا، قالوا فاطمة تحكي عن الحجاب. قلت لا فعلا هذه اللي اعترضت فنانة سوسن شكري، طبعا تحياتنا لها، يعني قالت انه فاطمة الربيعي هي ضد موضوع الحجاب. لا ابدا لا والله العظيم يا ابني، بس اني بالضبط يعني فسرت. التشبيه وهذا صحيح. وهذا مو رأي المخرج خالد يوسف أيضا. نعم. حكى بالنسبة للفنانات المصري المصريات يعني. أنه ما يقدر إلا أدوار محددة. أوكي تأخذ أدوار يعني ما عدها هاي المشاهد، ما عدها يعني وحدة تنام هي وزوجها على السرير ويسولفون وكذا، تنام بالفوطة وهذا والحجاب. لا أكيد لا، يعني النسوان هسه المحجبات بالبيوت، بالبيت مو ينسى عن الحجاب يا ابني. فعلا هي قالت الفنانة سوسن شكري انه يعني انت ضد الحجاب وما تريدنا نشتغل. لا ما يعني اصور يعني هو يعني مع احترامي واعتزازي بها وهي صديقة عزيزة وعلى عيني وعلى رأسي، بس ما فهمت الموضوع. أنا دا أحكي من هذا المنطلق، أحكي بالمصداقية، شلون أوفر مصداقية للمشاهد. على فكرة يعني أغلب النجمات المصريات اللي كانوا محجبات خلعوا الحجاب. أي لأنه أدوار حكمتهم أنه أنا يحكمني كذا دور وكذا دور، ما أقدر أدي كل الأدوار. يعني
ممثلات رائعات وعظيمات، وممثلاتنا ان كانت سوسن وان كانت هناء محمد ممثلات رائعات جدا صحيح. واحنا بحاجه لهم يعني للعنصر النسوي بهذه الفتره صحيح. والممثلات لهم، يعني سوسن كانت بطله فيلم الاسوار يعني رائعه. اليوم عندنا نجمات مثل هذه الاسماء اللي ذكرتيها؟ اي عندنا يصيرون لو مثل. لو احنا يشوفونا احنا انصفنا لكان عندنا جيل من الفنانات. منو من النجمات اليوم؟ يعني معهد الفنون وكلية الفنون يخرجون عشرات، والله انا شفت طاقات رائعة طالبات معهد الفنون عندهم امكانيات، بس لما يشوفون الفنانة اللي صار لها 30 سنة و40 سنة و20 سنة ما ناصف البلد، ولا الأعمال توقفت ولا الأعمال وصلت إلى هاي الدرجة من الهبوط، فيقول لك أنا أروح مع احترامي واعتزازي بمهنة التدريس، يروحون مدرسات ويروحون معلمات ويروحون يتعينون بدوائر أخرى وهم طاقات رائعة وطاقات. شقد نسبة الانحدار اليوم بالفن العراقي؟ والله يعني شو اقول لك، يعني هي ماكو دراما يعني تضيف الى الدراما العراقيه. انت تعرف احنا بعد مصر كنا بمستوى الدراما صح، يعني الان احنا لو يصير تحقيق او مناقشه بالدراما العراقيه او بالسينما العراقيه او بالفنون بشكل عام ما عدا الفنانين الاخرين الجانب الاخر الخاط والزغرفه نعم. والتشكيلي والتشكيل والتصميم احنا دون الصفر. اوف اي والله دون الصفر. اليوم من النجمات اللي تشوفين الشابات تقولين عندهن مستقبل؟ والله لو اتيحت فرصه واعمال كثيره لكلهم نجمات. كل اليوم موجودات نجمات؟ اي كلهم نجمات. يعني يعني احنا اني الان ما افرح انه ماكو نجمات، لان اني اريد منو امتداد، اريد امتداد الى فاطمه الربيعي. هو انا هذا اللي امتداد الى فاطمه يعني على خطى النجوم، عندنا احد اليوم على خطى النجوم الربيعي. اي يعني الاء، ايناس، زهور، شيماء، بعد يعني اسفه اني مدد اي يعني هواية عندنا، هواية أصلاً شابات. من هي اليوم تشوفيها تقولين هذه على مسار فاطمة الربيعي؟ والله آلاء ولو اتجهت إلى إعلانات وهاي ما بها شيء، يعني الفنان يجمع إعلانات وتقديم برامج، ويعني هذه إضافة إلى موهبة أخرى. نعم. آلاء ممثلة رائعة، إيناس قدمت أعمال، أنا أريد أجيال بعد آلاء، بعد آلاء وبعد إيناس وبعد زهور وتمارة محمود. تمارة رائعة، تمارة محمود رائعة، ممثلة رائعة، مع الأسف خسرناها. وكثير شيماء والأخ هند والأخ هواية هنودة اللي الآن ما عندها هم مقدمة برامج، حتى شكلها صاير يخبل شفتها أنا. هند نزار. هند نزار. هواية ممثلات، هواية شابات، ويعذروني أنه لأنه ماكو تواصل أعمال هواية بحيث يبقون تبقى الأعمال راسخة بالذهن. ومع الأسف والله مع الأسف عرفتي على فد نقطة، يمكن يعني أغلب الضيوف اللي كانوا وياي أيضا تطرقوا لها، اللي هي يتمنون عودة تمارة محمود. أي والله. فتمارة محمود عندها عودة للفن بعمل درامي من المخرج فارس طعمة التميمي. عندها سمعت عندها عمل، وهذا الخبر أسعدني جدا بعودة تمارة وعودة كل بناتنا، حتى آلاء شاكر وميز قمر وسلامة اللي بالخليج. سلامة هي أكيد سلامة ممثلة كبيرة ورائعة وطاقة صح. طاقة مهمة، يا ريت يعني يرفدون يجون بوجودهم وتنتعش الدراما. ليش الفنان عندنا بالعراق يكون مظلوم ومن يطلع إلى خارج العراق ياخذ فرصته أكثر؟ شنو اللي عندنا احنا يختلف عنهم؟
وليش هم احسن من عندنا؟ يعني احنا نجومنا ما اعتقد هم مو افضل من عندهم. لا لا احنا اكو يعطون قيمه من كل النواحي واستمراريه بالعمل وحتى بالاجور الماديه بكل مكان اكثر، يعني الاستمراريه بالعمل وهذه مطلوبه، يعني انه الفنان يكون عجله الدراما مستمره. عجله الدراما مستمره بالسنه 3-4 اعمال. يعني انا شافتني الفنانه قبل فتره، قبل مهرجان كنا باربيل، منى واصف الله يذكرها بالخير، البارحه كنت احكي وياها، قالت مو البارحه يعني من شفتها قبل كم سنه، قالت والله فاطمه انا العام كان عندي 4 اعمال والسنه 3 اعمال بس، وانتي عملتي هيك؟ قلت لها والله ولا عمل. اوف. فيعني هي الاستمراريه بالاعمال ترتقي بالفنان من كل النواحي، تضيف له خبره، تضيف له جماهيريه، تضيف له معنويه، تضيف له ماديه. فهاي ما موجوده عندنا يا ابني. صحيح. ما موجوده. فشو يسوون؟ يطلعون برا يلقون هذه موجوده. يعني شو وقت الدراما الخليجيه والدراما السوريه شو وقت جتي؟ احنا ما كانت موجوده بالساحه العربيه. صح. نشوفها الان وين وصلت. واتمنى لهم الموفقيه يا ربي، بس اتمنى انه تنتعش وترجع الدراما الى مستواها والى كتابها الراعين. ومن هاي من منبركم اقول الله يرحم كاتبنا الكبير عادل كاظم اللي رفد الدراما والمسرح باعمال كبيره ورائعه وتبقى يعني هي للتاريخ. اريد وياك هسه اختش لفقره الحلو والمر. كل انسان بحياته الحلو والمر. اليوم راح اسالك اسئله واريد تجاوبيني. اليوم مناعتي اكبر من كل كلام الشائعات والكومبارس اللي يتمنون العمل ويا فاطمه الربيعي. اي اكيد طبعا. حلوه هذه الشغله. يعني تقصد انه يتمنون الكومبارس اللي يتمنون العمل وياك؟ ويسعدني اني هذا. ومناعتك اكبر من الشائعات اللي تطلق من خلالهم عليك. لا انا يعني شاعات شي يقولون؟ يقولون يعني هو يهمين الاعمال واقفه، يقولون فاطمه يعني اعمال محمد شكري جميل. نعم. يعني الها. بينما اعمال محمد شكري جميل كل الفنانين، ولقربي من محمد شكري جميل يعرف امكانيتي. فاتمنى ويسعدني انه كل يشتركون واشترك وياهم اني كل فناناتنا وفنانينا الشباب، واني ايضا داعمه جدا للشباب لان لولاهم ما يكون مستقبل، لان هم المستقبل. الشهره عدوتي احيانا وصديقتي احيانا. يعني اني شوف يعني ما تتعبني، ما يتعبوني، تتعبني الشهره اللي يصورون وياي هوايه بالشارع، يلزموني بالسيطرات، يسولفون وياي بس ورايا انحرج، ورايا ازدحام من السيارات، يدقون هورن، بس اهل السيطره لازم مصرين يسلمون علي. مره من المرات قدموا لي شيف رقي لازم يدلمون السيارات ورانا. حلو. فلا تمتعني اني. شو وقت صارت عدوتك الشهره؟ مو عدوتي. ليش تصير عدوتي؟ لا الشهرة جتي ثمرة، الشهرة ثمرة ما قدمتها، ما قدمتها أنا، يعني قدمت الكثير. فالشهرة حلوة صح، يعني بيها شيء من المرارة من يسألوك الناس بالشارع هاي انت وين؟ شو ماكو؟ اي هاي صح. هاي الشيء المره شنو انتو سافرتوا خارج البلد؟ او اعتزلتي الفن؟ اعتزلت الفن، زين ليش ما يعيدون الاعمال السابقه مالتكم؟ يعني هاي ما عندك جواب، دائما هذا الجواب ماكو فلوس، ماكو فلوس، ماكو عمل، ما يريدون يقدمون شيء يرتقي الى اسم العراق، فتعبنا من هاي. صحيح. اكو اشخاص بحياتنا الابتعاد عنهم اسلم طريقه واسلم حل، افضل من القرب منهم والاحتراق بنارهم. كم شخص ابتعدتي عنه بحياتك؟ والله يمكن هي الظروف
يعني الظروف الغير طبيعية خلتنا نبتعد عن أشخاص إحنا ما كنا نريد البعد عنهم، بس يعني نقول أنه الاستقرار في بلدي أحسن. واللي ابتعدتي عنهم بإرادتك؟ لأنه القرب منهم نارهم تحرقنا. ما عندي هذا الشيء. ما عندك؟ لا لا. أريد أشوف وياك، أنا وياك هسه أشوف صور أستعرض لك، وأريد أول شعور وإحساس راح يراودك راح نشوف أنا وياك على الشاشة. خلي أشوف. أشوفك إلك على الشاشة. هسه راح نشوف. شارع حياتك؟ يعني شارع عشقي هذا، شارع الرشيد، شارع من أهم شارع في بغداد. من تقول بغداد تقول شارع الرشيد، ومن تقول شارع الرشيد تقول بغداد. أغلب الأعمال المهمة العراقية صورت، أغلب الضيوف اللي يجون كنا ناخذهم نتباهى بشارع الرشيد وشارع النار والسوق العربي ونشتري لهم الهدايا. شارع الرشيد من أمر له بالسيارة انجرح 100 مرة، مو مرة واحدة، يعني أحس قلبي دا يتجرح. حرامات شارع الرشيد، تراث العراق شارع الرشيد. يعني يا ريت شارع العرباين هسه مو شارع الرشيد، لازم يغيرون اسمه يسموه شارع العرباين. يعني لا يمكن أن يدمر تراثنا بهذا الشكل، لا. يعني كل بناية من شارع الرشيد هي تراث. يعني كان المسرح بي، كان الرياضيين بي، كان يعني أقول لك هو تاج بغداد، والله تاج بغداد شارع الرشيد. فحرام يعني حرام. مرة أحد المسؤولين بأمانة بغداد وأقولها على الملأ، وما أنا عمري ما خفت صريحة، ما أبدا ما أخاف. وهو الموت يجي وقت محدد إلى، يعني هذا الله سبحانه وتعالى. نعم. حكيت قالوا لي تفضلي ست فاطمة شنو تأمرينا بشي؟ قلت لهم لا أنا ما عندي شيء شخصي، بس ردت شارع الرشيد يعني أنتوا باقين فترة، بس اتركوا بصمة بشارع الرشيد، عيدوا له رونقه وعيده. قالوا ست فاطمة صدقين رادوا يعيدون شارع الرشيد عدة جهات خارجية وما صارت. ليش؟ بيني وبين نفسي بس استحيت، لأنه الاستقبال استقبلوني بشكل كبير ومهم ورائع. اجيت أقول لو أنا مكانكم أستقيل. أوف. أي والله، بس ما طلعت من عندي أدباً. أي والله، فما أعرف شنو قصة شارع الرشيد. لويش يعني هذا شارعنا شارع بغداد، لويش الإصرار أن يتخرب، أن ينهدم، أن يتلاشى؟ اليوم العراق وين رايح؟ والله هو يعني للمجهول رايح. يعني دا أقول لك أنا ما أقدر أقول لك يعني باكر، أقدر أقول لك باكر راح يصير فلان شيء، أو بعد شهر أو بعد سنة، ما أقدر. رغم مشاهدتي للأخبار ورغم أسمع يوميا، بس ما عندي، أنا يعني في حالة إحباط.
محبطة. العراق اليوم بس ربما الجمهور يقول لي لازم تتفائلين أو حضرتك تقول اتفائلي، أريد فتشي يعني بصيص أمل للتفاؤل، بصيص حتى أتفائل. ما دا ألقي يعني اليوم إحنا عايشين بوجهة نظر لو لغز وسؤال محيرنا. لا لغز وسؤال محيرنا. ليش؟ ليش؟ وما هو المطلوب من هذا المجهول؟ هل هو يعني متقصدين أن يساء إلى هذا العراق العظيم؟ واجهت كل بلد الفنان، كل دول العالم من يذكر بلد يذكرون اسم فنانينا. إحنا اليوم واجهت بلدنا السياسة والفنان. لا الفنان بس الفنان مقيد. مقيد. والسبب؟ السبب أنا أقول لك هسه مثلاً إحنا عندنا عمل كان من 2003 بغداد، هاي دائماً أذكره طبعاً من لقاءاتي. بغداد عاصمة الثقافة. ثقافة. ففيلم المسرات والأوجاع. الفكرة مالته. بالضبط أن العراق كل ما تصير بمسارات تصير أوجاع، كل ما تصير بمسارات مثل تصير مسارات تصير أوجاع، تصير مسارات تصير أوجاع وهكذا. هاي فكرة الفيلم وتبهذل بالطبع والتحميض. كان المفروض يروح المكان الدولة، راح لغير دولة، وقبل أيام جابوا لي الفيلم ومذبوب ومهمل. فأي شيء إلى يمثل قيمة العراق ما مطلوب. شو نسوي؟ عندنا عمل اسمه الجحيم عن تحرير الموصل، الموصل صار لها كذا سنة من تحررت ولحد الآن ماكو يعني ما إلى منتج للحرنة ودا محمد شكري إلى آخرين. ما فما تقول لي يعني شو يسوي، شو يسوي الفنان؟ يعني لا احنا حتى لو كنا مليونيريه ونريد ننتج وين يعرض ولمن يعرض؟ يعني احنا عندنا شنو الافلام تعرض؟ كل شيء عندنا بغداد مقيد. العفو بغداد عاصمه الثقافه 35 فيلم وينها ولمن قدمت؟ هاي ممكن ان فلوسها تصير بها مدينه انتاج. طيب وين راحت هذه وين هاي الافلام والميزانيه وين راحت؟ والميزانيه وين راحت؟ المن حاسبه؟ ليش نطق؟ هو توزيع ارزاق يا ابني؟ انت كل واحد فيلم يخلي فيلمه بجيبه ويروح لو يعرضه بمهرجان، فيلم او فيلمين وين تنعرض؟ اول ما يعرضه بدائره السينما والمسرح ويشوفوها الموظفين مال الدائره والناس المعنيين. فاطمه تعالي شاهدي الفلان، تعال شاهدي الاخ، يشوفها. لا عاد هاي فلوس الناس، هاي فلوس الشعب، هاي فلوس الشعب. أو ينتجون بعض المسرحيات يسافرون بها يعرضوها بفلوس العراق، يعرضوها برا. ليش؟ أوكي ما يخالف نعرض برا ونقول إحنا موجودين وكذا، بس هاي فلوس الشعب لازم جمهورنا يشوفها. صح، جمهورنا يتمتع بها. يقول هذا صح وهذا غلط، فنانيننا حتى يبينون وينعمون بهذا، وينعمون بهذا بهذا العروض فعلا. ما ادري حق الفنان العراقي ضايع عندنا، حق المواطن العراقي ضايع عندنا. اليوم حقك رجع لك؟ حقك رجع لي؟ شلون؟ حقك ميراث والدك رجع لك لو بعده؟ نين؟ ميراث والدك؟ لا هاي انتهت، ما عندي ميراث، يعني هو راح للاولاد راح وخلص. لا 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 هسه من ادخل بهذا الموضوع يقولون هم عادتهم على هذه يزعلون. انت كلش متسامحه ومتساهله وتتنازلين عن كل حقوقك. والله يا ابني، والله يا ابني انا الحمد لله، الحمد لله ما محتاجه. اكو سقف فوق راسي، اكو سياره شايلتني من الارض، ما مديونه، عندي راتب تقاعدي،
زوجي محمد عنده راتب تقاعدي والحمد لله عايشين، وعندي أولاد وعندي جمهور. إذا الشعب العراقي 40 مليون أنا 35 مليون يحبني ويقدر. هذا أحلى هذا 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 أحلى ميراث. أحلى ميراث وهذا أعظم ميراث. أنا مو على مود الميراث بس كلمة، لأن ما أعرف لا أكذب ولا أنافق. يعني فعلاً أنا حتى من سألت عليك لكل نجوم جيلك واللي بعدك قالوا إنسانة صريحة وإنسانة غير مجاملة بأغلب حياتها، صريحة ودغرية. إيه ليش دا أكذب يا ابني؟ ليش؟ أنا ما يأخذ الرأس إلا الركوبات. فعلاً. وأنت وكل إنسان بيومه. وأنا لا ذاك الوقت ولا هذاك الوقت انفرض علي شيء، أقولها صراحة ما انفرض علي شيء. فليش أخاف؟ وإذا يريدون يعاقبوني على هذا كلامي فالله هو الله الموجود، فليش أكذب؟ مرة والله دزوا علي بلجنة تحكيم بمكان ما، أهلا وسهلا، أنا يعني مؤهلة أن أكون لجنة تحكيم إن كان بالعراق أو خارج العراق. نعم. برا ثاني يوم قالوا لي ست من تجين لجنة التحكيم حطي على راسك فتشي. قلت لهم يا يما انتم من دزيتوا علي تعرفوني انا ما حاطه على راسي مفرع. ما حاطه على راسي شيء. نعم. فتعرفوني اليوم امس يعني قريبين من عندي، وما اقول لك شنو المكان يعني. فزعلوا او كذا دزوا على غير ناس حطوا على راسهم شيء على مود الفلوس ما ادري ايش قد يعني مبلغ التحكيم. وهذا ما اسويها ما اسويها ولا برمضان من يدزون علي بقنوات يقولون لي حطي. اقول لهم انا مو من انا احترم هذا الشهر الكريم واني عبادتي عند ربي معروفه وسخيه. انت كلش اللي اقدر اساعد اساعد فعلا، واللي ما اقدر ما اقدر. هم اذا يريدون انه شيء يتخلى على الراس ما بفنك انت بفنك وبتاريخك اكيد على الراس. يعني اعمالي كلها لابسه فوطه وشرغد وما ادري شنو وكذا، يعني هاي غير الدور المتطلب هالشكل. فعلا اريدك تكتبي لي كلمه وانت بمكانك للبرنامج بخطك. تفضلي. شنو هاي ما لا ادري بيها. خطي مو حلو ترى. يكفي انه اسمك ينكتب، هذا هو بصمه انه بالصفحه ذيك المقابله هذه ذيك الصفحه. هاي الصفحه شفت؟ دلاله على انه اني خطي ما حلو. لا لا مو خطي ما حلو، اقرا ولا اكتب، يعني اقرا هوايه اقرا بس قليله حتى الكتابه. مذكراتي لحد الان صار لها كذا سنه اريد اسويها ما اسويها. اليوم كانت ضيفتي اللي أفخر بوجودها القامة الفنية، وإذا ردت الجاذبية لو ردت أنه أختصرها فراح أختصرها بخمسة أحرف اللي هي فاطمة، القامة والقيمة الفنية اللي حجزت لإسمها مكان بالدراما العراقية والعربية وأصبحت اسم مشرف لبلدنا ولتاريخ الفن العراقي والعربي أيضا. شاركت بعدة الأعمال المشرفة ومن بداياتها لليوم لم تخذل المشاهد العراقي بكل أدوارها وبكل أعمالها، وهي راسخة ومحافظة على العادات والتقاليد العراقية. نفخر بوجودها ونتمنى لها كل الموفقية والعمر المديد، ويا رب إن شاء الله ترجع عجلة الدراما العراقية تكون شغالة حتى نشوف هذه الفنانة برقيها وبتاريخها الفني. ونتمنى أنه كل نجومنا الموجودين اليوم أنه يكونون على خطاها وعلى مسيرتها الفنية. برنامج أنا استطعت من خلاله تكلمت كل ما يجول بنفسي دون مجاملة ولا نفاق. كنت مسرورة جدا بما قدمناه أنا والابن العزيز. يعني مصطفى ابنها دخلت التاريخ اليوم. ابن العزيز احنا تكلمنا هوايه فعلا. وفعلا اني ربما احاسب على هذا كلامي. اي محاسبه لكلامك ماكو.
لا ربما حاسب من ناس يعني. انت ما اسأتي لاي شخص، وضحتي يمكن اشياء البعض فاهمها يعني بالخطا. يعني يهمني انتمائي الى بلدي. نعم. وجمهوري. أنا جدا ممتن لك. شكرا. واني فمو تعرض هذا نفك الخط وتفضح خطي. أنا جدا فخور بوجودك اليوم. أنا سعيد. شرفتيني اليوم فعلا، وكنت فعلا خفيف الظل وهواية يعني. أنا يعني ارتاحت باللقاء، وشكرا للأعزاء المصورين وكادر العمل، والحمد لله. الحمد لله. وأنا جدا فخور بوجودك وأشكر تلبيتك للدعوة. وأنت أيضا واحدة من الأسماء المشرفة اللي كانت من أحد ضيوفي. أنا راح أختم وبعدها راح أترك الختام إليك، كلمة مختصرة تقوليها. إذا مشاهدينا الكرام، وصلنا معكم لختام حلقتنا هذا اليوم اللي كانت مع أم العراقيين والقامة والقيمة الفنية الفنانة الأستاذة فاطمة الربيعي. انتظروني بحلقات قادمة إن شاء الله من برنامج أنا وشخصية فنية جديدة. الختام إليك. شكرا لك وشكرا للكادر. أقول مرة ذكرتها أنا بالبرنامج، تعدت قليل عن العراق، قلت أكاد أفقد صوابي من شدة اشتياقي. قالوا تبالغين في حبك، قلت لا والله ما عشقت يوما مثل عشقي لبغدادي. كل عشق ينتهي إلا عشقي لبلادي، بلاد الرافدين يا أرض أحبتي وأجدادي. لو أموت وأحيا ثانية وخيروني بأرض ما اخترت غير العراق امتدادي. شكرا لك.